اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 6 أكتوبر 2016 تحت رئاسة السيد محمد عبد العزيز رئيس الجمهورية. وقد درس المجلس وصدق على مشروعي القانونين التاليين. مشروع قانون يتعلق بالصحة الإنجابية. يهدف مشروع القانون الحالي إلى تحديد المعايير في مجال الصحة الإنجابية والترتيبات القانونية التي تحكمها، كما يحدد الحقوق في هذا المجال ويعاقب كافة أشكال التجاوز على هذه الحقوق. مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه، الموافق عليه في 22 نوفمبر 2009 من قبل مؤتمر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة. يهدف مشروع القانون الحالي إلى استكمال إجراءات المصادقة على الاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه. ويشكل هذا الاتفاق أول أداة قانونية دولية إلزامية تستهدف مكافحة هذا النوع من الصيد، كما يأتي لتعزيز الترسانة التشريعية القائمة والهادفة إلى القضاء على هذه الظاهرة ذات الآثار المدمرة على الاقتصاد والبيئة. كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية: مشروع مرسوم يقضي بالمصادقة على مخطط التقطيع استصلاحي بلدة عينها للطايع، بلدية عينها للطايع، مقاطعة أطار، ولاية أدرار، وبإعلانه ذا نفع عام. يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى المصادقة على مخطط التقطيع واستصلاح لبلدة عينها للطايع، بلدية عينها للطايع، مقاطعة أطار، ولاية أدرار، وبإعلانه ذا نفع عام. ومن شأن هذا المخطط المخصص لإيواء المتضررين من الفيضانات التي اجتاحت هذه البلدة مؤخرا أن يسهل تزويد البلدة المذكورة بالتجهيزات العمومية الجماعية، إضافة إلى منح ساكنتها مساحات سكنية تلبي معايير السلامة من الفيضانات. مشروع مرسوم يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني لمكافحة الجراد. مشروع مرسوم يقضي بإنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى المعهد الموريتاني للبحث والتكوين في مجال التراث والثقافة، ويحدد قواعد تنظيمها وسير عملها. يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى دمج المعهد الموريتاني للبحث والتكوين في مجال التراث والمعهد الوطني للموسيقى والفنون الجميلة وفنيات العرض في مؤسسة عمومية واحدة تسمى المعهد الموريتاني للبحث والتكوين في مجال التراث والثقافة. ويتميز هذا الخيار بأنه يسهل وضع استراتيجية متماسكة للتكوين في مختلف مجالات الثقافة والتراث، كما يمكن من تفادي تشتت الجهود المبذولة في المجالات المذكورة. مشروع مرسوم يقضي بالمنح المؤقت لقطع أرضية في ولاية الترز لصالح 7 باعثين زراعيين. مشروع مرسوم يقضي بالمنح المؤقت لقطعة أرضية في ولاية الترز لصالح الباعث الزراعي الموريتاني للفواكه بيروسو. مشروع مرسوم يقضي بالمنح النهائي لقطعة أرضية في ركيز ولاية الترزة لصالح باعث زراعي. وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا على الوضع الدولي، وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل، وقدمت وزيرة الزراعة بيانا يتعلق بتطوير وتنمية شعبة الخضروات. يستعرض هذا البيان الحالة العامة لوضعية شعبة الخضروات، كما يوضح الإجراءات اللازمة اتخاذها على المديين القصير والمتوسط من أجل تعزيز مستوى تغطية الاحتياجات الوطنية من إنتاج الخضروات.